لو الحكاية فيها إن فيتو بنحاول على قد ما نقدر بنعتمد جزئياً على بعض من التمويل والجهود الذاتية، لكن في النهاية طبعاً نتيجة إن المشاكل كثيرة لابد إن احنا أيضاً نلجأ لبعض من الجهات المنحة اللي بتقف معنا وبتساعدنا وبتكمل معنا بعض من مشروعات وطموحاتنا في الجمعية. الحقيقة يعني برضو عايز أشيد بالمجموعة العمل اللي بيشتغلوا معنا على مستوى إدارة الجمعية سواء هنا في القاهرة أو على مستوى المحافظات اللي احنا لنا فيها أنشطة، وكلهم زي ما بنقول ولادنا وإخواتنا، إنما الحقيقة عاملين جهد كبير جدا جدا وبيشتغلوا وهم يعني حابين اللي بيعملوه لأنه حاسين إنهم بيقدموا حاجة لمجتمعهم وبيقدموا حاجة لأهلهم أيا كانوا في المحافظات اللي بيتواجدوا فيها. فيعني بشكرهم تاني لأن طبعا جهودهم مهم إن احنا نذكره، وإن شاء الله أتمنى منهم يعني من الفترة اللي جاية دي يبقى في كمان جهد أكبر ويعني إرادة عشان نقدر نحقق حاجة بالذات في الأيام الصعبة اللي احنا كلنا عايشينها وعارفين إنها محتاجة مننا كلنا إن احنا يبقى إيدنا في إيد بعض. أشكرهم.